يا أوكي. عزيزتي، الكون العظيم يباركك، آمين يا رب. والكون العظيم يا أختي المباركة يملأك بكل السلام الأبدي. وإحنا فرحانين، وأعرف الأرض فخورة بك. وهاي الجلسة يعني كانت، ما بعرف، جلسة رائعة رائعة حقيقة معك. حياتك رائعة وحياتك عظيمة باسم الكون وباسم الأكوان. أعرفي حياتك ضوء أبدي يا عزيزتي. يا عزيزتي، إذا تحبين تشاركينا كيف اه تشعرين اكيد. الآن؟ إيه هدوء، يعني يا عزيزتي، كأنه مفيش بكرة، يعني كأنه موجودة في حال سعادة الله. إيه وجمال. هي السفر المرة دي بسيط، يعني مفيهوش نعم، أحداث إيه كتيرة. إيه دخلت المركبة، أنا لقيتهم يعني موجودين كأنهم مستنيين ان انا اجي، الله، لقيت والدي يعرفون أنه بيصور. بمجيئك. إيه اه أيضا والدك ولسه والدتك في مش المركبة. عارفة والدي كان موجود ولا لا، آه. لكن كان في والدتي وكائنات تانية معاها. نعم. فأول ما رحت وكده، فأنا طلبت من والدتي الكونية إن هي تملأني بالضوء، نعم. فهي على طول. يعني اللي أنا بستغربه إنه أي طلب بطلبه عادي، يعني مش مفيش حتة إن هم هيوافقوا ولا هيرفضوا أو كده، لا نعم. عادي. يعني هي يعني بتعمل الطلب عن محبة، أي مش نعم. هتقعد تفكر هملقها بالضوء ولا بعدين ولا لا، لا نعم. مفيش الكلام ده. فهي ما لقيتني بالضوء بشكل يعني كان قوي شوية، لدرجة إن أنا شعرت فيه نبضات في إيدي، نعم. وباقي أجزاء تانية من جسمي فيه نبضات قوية. بعدين لما فقت سألتها، يعني طلبت منها برضو طلبت منها إن هما يساعدوا الأشخاص أو البشر اللي عاوزين يساعدوا. أي مهم جدا هذا. أي حقيقة نشكرك كثير. أي فهي يعني اومأت براسها كده شوية، كأنها بتقول احنا بنساعد فعلا. وبعدين راحت ورتني شاشات، الشاشات أي دي كانت موجودة على جدران المركبة. أي الشاشات دي من خلالها بيشوفوا الترددات بتاعت البشر واصلة لفين. الله. أي فشفت كده كان في مجموعة من البشر، يعني كأنهم في الشوارع بتاعت كوكب الأرض، و يعني تطلع منهم ترددات فيها ثقل شوية. آه، ثقل، ثقل مادي قصدك ولا روحاني؟ لأن ممكن الثقل فيه معنيين، يعني لا قصدك يعني بالماتريكس أو بالروحانيات أعلى للضوء. ترددات ضعيفة أو آه ضعيفة ضعيفة باتجاه المادة. أي فهي قالت لي يعني إن البشر يغيروا من نفسهم الأول، الله. ده الأسلوب، بس مش ده طبعا الفكر. يعني أنا فهمت هي تقصد إيه، أي إن هما يغيروا من وعيهم الأول. أها يعني ده الحاجة الوحيدة اللي هيخليهم فعلا يصعدوا، لأن هم فعلا بيقدموا مساعدة. يعني هما في الفترة دي أنا فهمت منها إنه بيساعدوا أي شخص عاوز يتصل بعيلته الكونية. الله 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 الله. أي آمين يا رب، آمين. أي بس الحاجة المهمة جدا إن الشخص نفسه هو اللي يصعد، يعني هو اللي يغير من وعيه. من وعيه، صح، ما يعتمد على شخص آخر. آه رائع جدا. أي بس فلقيت نفسي خرجت من المركبة ورحت للكوكب بتاعي. الله. برضو لقيتها، يعني تقريبا هي جات معايا او كده. أي فأنا بتجول عادي، ويعني بستطلع الكوكب، بتمشى كده براحتي، يعني كأني بجري يعني او كده. أي فلقيت والدتي الكونية واقفة ومعاها كائن من كائنات الأندروميدا. الله. أي
بس كانت هي طويلة، الكائنة دي كانت طويلة جدا. من الاندروميدا. اي سيدة قصدك من الاندروميدا يعني. اها يعني دي أطول كائن شفته، يعني أنا شفت نعم كائنات من كوكب الأندروميدا قبل كده، بس دي طويلة أكتر منهم اي وكأنها قائدة وعندها عجيبة. شأن، يعني اي كأنها عندها حكمة وفهم لأمور كتير، اي وحتى اللبس بتاعها كان مليان، يعني كان عندها كده ياقة أو حاجة عند الرقبة كده طويلة شوية، عجيبة. اي فكانت بتتكلم مع أمي، بس أنا مفهمتش يعني بيتكلموا في ايه، بس اعتقد كان شيء مهم. نعم فرحت يعني سلمت عليها، فهي سلمت عليا وعرفتني، اي يعني وانا بسلم عليها يعني انحنيت كده كأني بنحني فعلا، يعني كاحترام او لشخص احتراما مهم طبعا. جدا. اي فهي ضحكت وقالت لي ان انا ما اتغيرتش، يعني لانه انا دايما كنت بعمل التحية دي. الله، كانوا تعرفك سابقا هي قصدك. اي مدهش هذا. بعدين شوية لقيت والدي الكوني جه، اي هو وتقريبا واحد أو اتنين من كائنات تشبه الفهود، نعم وجايين من مركبة، يعني كأنهم نزلوا من مركبة وجايين باتجاه الكوكب، كأنه كان الله. موجود اي في مهمة تانية أو بيعمل اي شيء مهم يعني. عجيب. هو من بعدين خلال، جيت لو أحاول معه. اريد فقط اعطيك هيك فكره، كانه اشعر يعني كانه انت تعيشين حياه مثل اللي في الارض. يعني هناك اقصد حوادث، يعني واحد ياتي وشخص يزور شخص، واحد يتحدث مع اخر. يعني انا اشعر كانه مجريات الامور مثل الأرض، لكن بصفائية وبزمن مختلف تماما. هيك يعني تقريبا، يعني أنت هيك. أي لكن مش زي الأرض تماما خالص، أي يعني الفكر بتاعنا أي تردداته ضعيفة يعني، آه ومبني في بعض الأحيان يعني مبني على خوف، توتر، سرعة في التفكير، صح. تشتت. أي هم لا، ما عندهمش كده، هم عندهم إحساس بالمسؤولية والقيادة، الله، وعندهم والتركيز. ايه وعندهم تركيز جدا، نعم وخصوصا الأشخاص اللي بيكونوا في مراكز قيادية أو كده عاية. ايه أو ملوك، يعني صح. معظمهم الأسود اللي أنا شفته هم في مرتبة الملوك اي هناك. طبعا. ايه فعلا صحيح جدا فالفكر فعلا يعني مختلف. مختلف. فلقيت والدي الكوني انضم ليهم وبيتحاور معاهم كده، وشعرت ان هم يعني ايه اي تركوني، يعني كأنه مش من باب الإهمال، لا يعني لا فعلا اي كان في طبعا. شيء مهم بيتناقشوا فيه. اي فأنا ما اعرفش كأنه يعني اتضايقت، او اي كان عندي فضول اعرف يعني ايه اللي بيحصل، وكل نعم. مرة مش بفهم في ايه، اي فتركتهم يعني وقعدت اتجول في الكوكب. اي ورحت فين؟ رحت تقريبا معبد، بس هو معبد مختلف يعني مش نفس نعم. المعبد اللي أنا كنت بروحه، اي ورحت صليت هناك نعم واتحدت مع قوة رع، يعني بقالي فعلا كام الله. مرة بتحد معها. اها والغريب دايما كل ما بروح يعني أي معبد هناك أو كده اي أو مكان مقدس، يعني الجدران بتاعت المعبد بتفهم أنا بقول إيه، وكأنها بتشعر بكل كلمة أنا طبعا. بقولها، اي فعلا. اي حتى هو الكوكب يعني كله بشعر إن يشعر. ايه عنده احساس. حتى النباتات هناك ايه والأنهار الموجودة يعني. نعم. فبعد بعد الصلاة رحت للمكان اللي أنا دايما برتاح فيه، اللي هي هو مش قصر، هو حاجة يعني مش عارفة، اللي هو مش مكانك، قصر اعتقد كبير. مكانك هو هذا اللي انت تذهبين له باستمرار الجلسات السابقة. ايه اللي تشعرين فيه في براحة وهيك. ايه هو ده. ايه الله مدهش. ايه دخلت ودخلت الغرفة بتاعتي ايه وارتحت شوية. ايه بعدين لقيت حد يعني من الكائنات اللي هي الفهود نعم.
يعني بيسألني إذا كنت عايزة شيء، وبيعاملني كأنه يعني شخصية قائدة هناك. الله مدهش. وأنا اتصرفت عادي وبقوله يعني دايما، يعني في أغلب الأحيان ما كنتش بحتاج شيء يعني، بس هو ده العرف عندهم يعني. آمين. أي وبصراحة يعني انفصلت شوية في اللحظة دي عن أي السفر، وبدأ عقلي الواعي هنا اللي على الأرض آه يعني يستغرب يعني، أي اللي هو يعني ايه اللي بيحصل يعني. آه استغربت بعدين، لا يعني بعدين اتحدت تاني يعني مع السفر ومع آه رجعتي الأفكار مرة اللي في أخرى. الأبعاد، أي رجعت على طول يعني. عجيبة. أي فبدأت إن أنا أشوف يعني، بدأت أتجول في الغرفة يعني. السفرة كانت بسيطة ما فيهاش أي أحداث كتير، وافتكرت المشاهد من وأنا كنت طفلة لما كنت موجودة في الغرفة يعني. الله. وكانت كانت والدتي الكونية بتيجي تطمن عليا. أي اللي فهمته إنه في أوقات كتير وأنا في الكوكب ما كانش والدي الكوني ووالدتي الكونية موجودين معايا باستمرار، نعم. وأنا مش عارفة إيه هو السبب يعني. أنا ممكن أبقى أسألهم في أي سفرات تانية. وبرضه شفت مشهد، كنت خدت الرداء بتاع والدي الكوني، هو بيلبس حاجة زي الملوك كده، ففي أي رداء بيلبسه على ظهره، أي فكنت باخده منه وبرتديه أنا يعني، الله. بشعر كده بفرحة كأني أي خدت شيء منه. وهو كان عادي يعني، كان مبسوط. مدهش هذا. اي هذا مدهش. اي بس بعدين رجعت تاني على الأرض. اي هذا مدهش. طيب الآن وانت في الكوكب، كم وضوحية الكوكب تقريبا؟ يعني واضح جدا بهاي الجلسة مثلا، يعني تجوالك بالكوكب والتقائك بكائن اندروميدان في الكوكب، وضوحية عالية جدا. كل شيء هناك يعني، حتى اي شعوري بنفسي هناك هناك بالكلام معاهم وكده، الله كأني على الأرض. مدهش هذا. اي هذا مدهش مدهش مدهش. اي ورجعتي بعدها خلاص، يعني اقصد. هي كانت يعني أقوى حاجة بالجلسة، إن أنا اي بشوف نفسي دايما في الجسم بتاعي هناك، اها اي والطاقة اللي تملأني بيها والدتي الكونية الله بتكون قوية. اي عجيبة عجيبة جدا يعني. عجيبة. اي كل ما يعني أغلب الأوقات وأصبح سفرك سهل تقريبا الآن في هاي الجلسات الأخيرة، يعني أقصد التقائك فيهم كأنهم يعرفوك، يعرفون حتى أتين ها، ولا أيضا كيف الآن السفر أسهل صار تقريبا؟ يعني أنا ممكن أكون قاعدة عادي اي وأتصل معاهم مباشرة، بكون معاهم يعني. الله الله. يعني أنا في البداية كنت بحتاج، في البداية خالص كنت بحتاج اي تحضيرات، بخور، شموع، المكان يكون هادي، اي أتصل بالضوء أكتر، أفضل يعني مدة نص ساعة مثلاً اي عقبال ما اخف بالترددات. وفي البدايات كانت في اوقات كتير ما كنتش بعرف اتواصل معاهم. نعم. بعدين شوية شوية بدأ الموضوع يخف، بدأ الموضوع يكون اسهل بكتير يعني. انا الله الله الله. إيه ممكن مثلا ما اتصلش وانا ممددة يعني، ممكن اكون أها قاعدة. إيه انا ما تصعدين تقول عملتهاش، تسافرين. إيه يعني ما آه. عملتهاش قبل كده. هو انا بفضل اكون ممددة، لكن كلامي ده بناء على يعني بكون مثلا خارج البيت في مشوار او حاجة، إيه بلاقي والدتي الكونية متصلة معايا، بشعر بوجودها الله امامي. فعلا. اي تنبهك على شيء قصدك، ترسل لك رسالة مثلا، تخبرك شيء معين بهاي الاتصالات. في بعض الأحيان لا يعني، الأكتر إن هي ما بتقولش شيء يعني، مجرد بشوف اها وجودها في المكان. اي
وإذا أنت تحتاجيها ممكن باستشارة التصليم معها أيضا ممكن، ولا خلال هاي يعني أقصد عندما يعني تطورت بجلسات السفر، يعني هي أقصد حصلت خارج من يوم جلسات السفر، خارج جلسات خارجها السفر. إيه؟ عادي يعني. كنت بتحاول مع أمي هنا الموجودة على الأرض في إيه؟ شيء، فهي يعني كنا بنتحاور وكده، فهي بتقول على الآثار والأهرامات ليه ما حصلهاش شيء يعني، ما اي اتدمرتش أو الكلام ده. اه فأنا بقعد أفكر معاها، ودايما لما باجي أفكر بفكر من وعي عالي، مش بحب إن أنا أجيب صح معلومات اللي هو عشان مثلا إن هي محفوظة ومحدش يقدر يقرب أو اي الكلام. لا، اي ما بترك العالم الأرض يعني. اي فوانا قاعدة معاها مباشرة لقيت والدتي الكونية يعني بتقولي صوت كده بصوت قوي في ايه دماغي، ان هما يعني محافظين على الكلام ده، محافظين على صح التماثيل ايه الموجودة بتاعتهم هنا على الأرض، صح جدا ايه والأهرامات الموجودة مش شرط يعني في مصر فقط، يعني في جميع ايه أنحاء العالم عادي. ايه فرحت يعني رحت قلت لوالدتي الموجودة على الأرض، قلت لها لو أنت عندك بيت في ايه اسكندرية آه. ومهتمة بيه وبنيتيه وبعدين تركتيه ورحتي عشتي في القاهرة، أي ف يعني اكيد هتكوني عاوزه تحافظي على البيت اللي موجود في اسكندريه يعني، اي صح حد هيجي يقرب منه أي اكيد هتمنعي ده. فقالت لي قلت لها هم كده يعني اكيد محافظين على الحاجات اللي هم بنوها، على الحضاره اللي هم أي عملوها. آه بس يعني انا كنت يعني عارفه المعلومه دي ان هم محافظين على الآثار بتاعتهم وكده، لكن كنت عاوزة أتأكد. نعم فمجرد سألت واتصلت معاها لقيتها هي بتقولي بصوت قوي. رائع جدا ايه مدهش هذا ايه ايه يعني تواجدها حضورها والدتك الكونية يكون قوي تشعرين فيه أقصد وهي تحدثك يعني صوتها مميز هي غير الصوت، قوة الاتصال قوة الفكري. الاتصال الفكري والروحي إيه طبعا إيه عجيبة هذه غريبة يعني، لدرجة أنا ساعات بشعر إن إيه أنا بتغير يعني، وأنا على الأرض نعم طاقتي كلها بتتغير يعني، مدهش كأنه إيه عندي قوة خارقة الله أو الله شيء الله إيه يعني، بشعر في تغير في النظر بتاعي، نعم كأني ممكن أشوف حاجات يعني غير منظورة أو كده. طبعا لأنه أنت هذا السفر هم يملؤوك بالضوء، الضوء فيه الحكمة، الضوء فيه تغير ببيولوجية جسمك أيضا، والضوء اللي يملؤوك أنت به حتى يقوم بتوسيع ما يسمى بالعين الثالثة يعني الفكر الروحي والاتصال الروحي يعلى، هذا مهم جدا الأمر يعني بهاي السفرات إيه طبعا هي فعلا يعني اتصالها معايا أغلبه بيركز على العين الثالثة. اي هي مركزها مهم هاي تلعب دور رئيسي بهذا السفر الكوني والاتصالات طبعا اي إيه، لا هي ككائن يعني أعتقد مش والدتي الكونية فقط يعني، أعتقد دي خاصية موجودة عند كائنات القطط يعني، صح اي في شيء في عيونهم يعني بغض قوة النظر ان هم اي عينهم جميلة جدا، اي وانا يعني بقعد ابص عليها كده يعني بندمج يعني، انا بيحصل لي شعور عجيب سواء نعم القطط الموجودة على الارض او ايه الكائنات القطط. في بقى شيء في عيونهم انا قوة روحية او جدا جدا ايه فعلا واضحة واضحة جدا جدا فعلا يعني ايه طبعا صح وقوة روحية عالية ايه فهي بتنقل الطاقة من العيون بتاعتها لعيوني الموجودة، العيون اللي هي
المادية الموجودة في الأرض. اي أنا بشعر إنه يعني شعور غريب صراحة، يعني كأني دخلت البحر ومش معايا قارب ولا أي شيء، اي مندهشة من وسع البحر أو كده، يعني اي هي طبعا نفس الشعور ده، يعني اي مش مستوعبة الطاقة اللي هي بتدهني، أو ليه بتدهني أصلا عالية يعني. عالية اي صح جدا عالية اي فعلا اي هي حتى من نعمل هاي الجلسات بالمناسبة هي تكون معانا باستمرار تعرفين يعني عائلتك الكونية اي او كأنه احنا نكون معاهم يعني متشاركين بالطاقة ومتشاركين بالمعرفة اي هي فعلا قالت لي قبل كده ان هي تعرفنا كمجموعة. اي قلتي لنا انت هذا اي واعتقد هي المعرفة بالنسبة لهم جدا سهلة تعرفون يعني مش امر يعني عندهم شاشات ومتطورين يعني مش تعتقدون صعب اي جدا جدا سهلة بالنسبة لهم اي الكون العظيم يبارك يا اختي المباركة ويملأك بالضوء اكثر ووالدتك الكونية تملأك بالضوء والكائنات الاسودية تبارك سفراتك وتملأك بالضوء والأكوان تملأك بالضوء وحياتك ضوء واطمئني حياتك عظيمة فباسم الأكوان العظيمة واسم الضوء العظيم تمتلئ حياتك بالضوء وتعيشين حياة عظيمة وفرح عظيم والكون يباركك أينما تكوني الكون يبارك أنفاسك المقدسة وروحك المقدسة آمين 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 آمين